أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة الجديدة في صفحاتكم، ونرصد فيها ثلاثة مواضيع تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، وهي هاشتاج الغوطة تقاوم إرهاب الأسد، ردود بعض الأكراد حول تصريحات أردوغان عن عفرين، ومدون جزائري ينقل واقع الشباب والمجتمع. وفي موضوعنا الأول، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل موسع مع تطورات الأحداث الميدانية بالغوطة الشرقية، فرغم ما تتعرض له من حملة قصف عنيفة، تمكنت الفصائل من تحقيق تقدم نوعي على جبهة حرستا، ليتفاعل المتابعون مع هذه الأحداث عبر هاشتاج الغوطة تقاوم إرهاب الأسد. ومن التعليقات اخترنا لكم زيد محمد غانم: مع كل مصاعب الحياة فيها وكل معاناة حصارها وكل حمم الطائرات عليها ومع كل ما تسمع عنها، إلا أنها ما تزال قلعة الصمود ورأس الحربة بفضل الله. عن الغوطة أحدثكم. وفي تعليق ثاني، علاء الأحمد: كل حر شريف في أرجاء الأرض شاركوا معنا حملتنا، ليعلم القاضي والداني العدو والصديق أنها ثورة حق، وأننا شعب لم ولن يرضى الذل والهوان. لن نتنازل عن ثورتنا، وستبقى جباهنا عالية، وسنبقى ذلك الرقم الصعب في ثورة شعب أبي الذل والخنوع. وفي تعليق آخر، عمران أبو سلوم: دفاعاً عن الإنسانية سنحافظ على وجودنا، وعلى الجميع أن يعلم بأن الغوطة تقاوم إرهاب الأسد. وفي تعليق أخير، صلاح: إنها ثورة حق، وإننا شعب لم ولن يرضى الذل والهوان. لن نتنازل عن ثورتنا، وستبقى جباهنا عالية. وننتقل إلى موضوعنا الثاني: أثارت تصريحات أردوغان حول نية تطهير مدينة عفرين وما حولها من سيطرة ميليشيات البايادي، أثارت ردود فعل واسعة من قبل الأكراد، وجاءت تعليقات بعضهم كالتالي: هاكور حلف: كيف لأردوغان أن يطهر منطقة من أصحابها؟ وأين سيذهب مليون لاجئ موجودين في عفرين؟ وكيف ينادون بمناطق خفض التصعيد ويريدون افتعال حرب ضد الكرد؟ فرهاد داود: تركيا لم تتلقى الضوء الأخضر من الدول العظمى لما قالت إنها ستدخل عفرين بحجة الوحدات الكردية، هي حجة لأردوغان لمنع الأكراد من اتصال بين مناطقهم. إبراهيم موسى: أعتقد أنك متفق تماماً مع أمريكا، لكن تحت الطاولة، وكلامك للاستهلاك الداخلي والخارجي بل إعلامي. دارا مصطفى: ما سبب إصرار أردوغان على تطهير عفرين من وحدات حماية الشعب، علماً أن هذه الوحدات منتشرة على طول الحدود من عين ديوار وحتى عفرين، وعلى امتداد 600 كيلومتر تقريباً، دون حساب المنطقة الواقعة من جرابلس إلى أعزاز؟ هل فقط عفرين من تشكل خطراً على الأمن القومي التركي؟ وفي ثالث مواضيعنا لليوم، حقق فيديو قصير نشره شاب جزائري مشاهدات فاقت المليون في حوالي 24 ساعة، ويعبر فيه بطريقة فنية عن شعور الشاب الجزائري بسخط تجاه الوضع العام الذي عليه البلاد، وانتشر هاشتاج راني زعفان، وتعني باللهجة الجزائرية أنا غاضب، حيث اختلف العديد من الشباب الجزائري حوله، وجاءت التعليقات كالتالي: ساري علق على هذا الموضوع: هاشتاج راني زعفان، بالعكس راني فرحان، نعم ابتسم واضحك وافرح، فحتى بأحلامك يتاجرون وهمومك يستغلون، لا تكن بضاعة يتقاذفونها ويبيعونها، فلا تترك أحد يستغل طموحاتك وآمالك. كامل علق على هذا الموضوع:
نقولكم حاجة، أنا مش زعفان على خاطر إني عايش في رحمة ربي في بلادي، مو مثل يلي صاير في بلدان أخرى، ربي ينصرهم. وفي آخر تعليق مواطن، هذا هو وطننا، نعم بلد فقير، نعم يوجد فساد، ولكن الحل ليس بإثارة الفتن والتحريض على التمرد، ليس بالتعطش للخراب، ما هكذا تبنى الأمم. وفي النهاية ننتقل إلى فقرة اليوتيوب، وفيها نتابع مهرجان البالون الدولي في المكسيك، نتابع معا الفيديو. ختام فقرة صفحاتكم لهذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة.